مساء الخير متابعي قناه شوف تي في مباشره معكم من مدينه الرباط. كما كنعرفوا اليوم جرت واحد المباراه بين فريق الهلال يعقوب منصور بحي الحسني بسليمان. هذه المباراه اللي تقامت في ملعب يعقوب منصور. كما كنعرفوا بان الهلال يعقوب منصور فاز على دفاع الحسني ب2-0، كما كنقولوا بانهم صعدوا للدور الممتاز، وكنتمنوا لهم مسيره يعني موفقه، لان كاين اللاعبين تبارك الله تبارك الله عليهم تيلعبوا مزيان. حيت تفرجنا في الماتش بان داك الشيء في مستوى رائع. اليوم جينا عند المسؤولين باش نوصلوا الرساله ديالهم والمعاناه اللي كيعانيو منها هذا الفريق هذا اللي في الحقيقه تستحق التشجيع. بقاو معنا. سيدي سليمان شكون هو ابراهيمي هو الاول ابراهيمي فين عبد الرحمن اجي خليك خليك داروا بقاو قدام ولا خليهم خليكم انا نبقاو بقاو خليكم حاول ما تحركش اخويا ما تحركش داك الكاس داك الشيء السلام عليكم. اسم ديالكم الصيفه وشنو الفرق كتلعب وعاودنا على المشاكل ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لايف رحمه الابراهيمي لايف فريق الهلال يعقوب منصور لايف صادق فريق رجاء شماره نجم تونسي. اول حاجه كنقول ان فريق الهلال يعقوب منصور وساكنه الهلال يعقوب منصور عليهم الصعود اللي حقوا فريق الهلال يعقوب منصور الصعود اللي حقوا نقدروا نقولوا بصفر درهم بدون اي دعم بمجهودات ديال الطاقم التقني مجهودات شفافيه التضحيه ديال الدراري ديال اللاعبين اللي ما اللي تضحيوا بالوقت ديالهم تضحيوا بزاف ديال الحوايج من اجل هذا الفريق. هذه رساله لساكنه يعقوب منصور وغيرون على قطاع الرياضه كره القدم انهم يشافوا هذا الفريق اللي صراحه عشان كيعاني ماديا رغم الصعود ورغم الانتصارات المتتاليه ديالو. هذا نداء الساكنه ديال يعقوب منصور غيور على الفريق انهم يلتفتوا لهذا الفريق ولو بشويه حتى الالتفاته ديال الجمهور نمشي نشوفوا المدرجات عامره نمشي نشوفوا الدراري تيجيو يتفرجوا فينا. فهذا بحد ذاته راه دعم وكنشكر الدراري اللي كانوا صراحه عشان الرجال اللي ضحاو بزاف ديال الحوايج باش يحققوا هذا الصعود اللي كان هو الهدف ديالنا في اول الموسم. واخا عرفنا ان الفريق تيعاني ماديا وتيعاني بزاف ديال الحوايج ولكن كان عندنا هدف واحد اللي هو الصعود والحمد لله تحدى علينا الصعود. ومره اخرى نقول يعني الفريق الهلال يعقوب منصور يعني الان الساكنه ديال الهلال يعقوب منصور عليه الصعود. اول حاجه كنبغي نشكر الصوت مرتفع شويه يبقى طنطش احنا شي مشكل تفضل. اول حاجه كنبغي نشكر الساكنه ديال يعقوب منصور. اعطيني الاسم ديالكم وشنو الفريق اللي كان هذا هو مدير فريق ديال يعقوب منصور. اول كنبغي نشكر الساكنه ديال يعقوب منصور الجمهور ديال يعقوب منصور على هذا الصعود هذا اللي حققنا. كنشكر الطاقم التقني كامل مدربين مسيرين كلشي رياضيين اي واحد تيجي يتفرج فينا. كنشكر الدراري كاملين على الروح الشبابيه ديالهم خلال هذا الموسم كامل بدون حوافز ماديه. كاين بنادم اللي خدام كاين اللي كيقرا كاين اللي ما خدامش الدراري كيخلي الوقت كيجي تريني كيجي يلعب ماتش. كنشكر الدراري كاملين على هذا الصعود هذا وهذا الصعود راه ماشي بالسهل راه خدمه نيت راه ماشي اللي جاو قال لك اللي جاو قال لك راه طلعت راه ماشي حاجه سهله. واحد الخدمه راه كنلعبوا ماتش بار ماتش كل ماتش كنديروا ليه الخدمه ديالو باش كنلعبوه. وكنشكر المكونات ديال يعقوب منصور وكنشكر اللعابه كاملين وكنتمناو الخير للدراري كاملين الله يسهل على الجميع. عندكم شي دعم ولا ما عندكم؟ والو ما كاين لا دعم لا والو. الدراري كنلعبوا زيرو درهم. تخلصوا؟ والو كنتخلصوا.
يلا سعد يا سعد اسمه قدم راسك اسمه السلام عليكم اسم أمي شقي حارس مرمى الهلال المنصور أولا تنشكر جميع الطاقم التقني والجمهور الحافظ اللي يعاونكم على هذا الصعود وخا كلمة طيبة تنشكر كاع الجمهور اللي ساهموا معنا وكاملين من راسك زيد الحمد لله درنا واحد الهدف باش نستروا كاملين باش نحققوا واحد الهدف الحمد لله تحقق لينا ما كانش هذه الخدمة اللي خدمنا الحمد لله ما دازش على الخاوي العام كامل تنشكروا السي هشام السي خالد كمنظم التهني حارس المدرب حراس المرمى الحمد لله داك الشيء اللي بغينا وصلنا لي ماشي لي هادشي شي حاجة لي سهلة الحمد لله خدمنا العام كامل ريحنا كاملين باش الماتش الأول باش نحاولوا باش نطلعوا الحمد لله طلعنا هذا هو المهم وشكرا شي سعد وهذه رسالة لحول الجميع السكان يا حوض منصور اللي عندكم جوج فرقات هذه حوض منصور شي حاجه حوض منصور كان الى حوض منصور الحمد لله وحنا غاديين في خط التصاعد الحمد لله اللي كبير وكنشكروا وكنعاودوا نشكروا وكنزيدوا نشكروا السي هشام على هذا العمل اللي دار ديال الفرقه مفتوح للجميع السكان يا حوض منصور سكانها وخارجها الحمد لله على هذا الشيء كامل هشام شكون خليها رايح صافي تفضل لا بقاو حقا معايا بقاو واحد الثقه معايا تفضل السلام عليكم معكم هشام شيكا رئيس فريق الهلال يعقوب منصور ومدرب الفريق المصري يمكن لي نرجع لهذه النقطه ديال كيفاش راه الجو هذه غنعاود نرجع لها الحمد لله احنا هذا العام حققنا الصعود كبيرة الا بغيت نقول لكم نبدا على الفريق هي صغيره شويه الفريق تاسس في 2014 شارك في القسم الرابع تعمل القسم الثاني تعمل القسم الثاني وهذا العام طلعنا القسم الممتاز بالنسبه للدعم احنا ما تلقاوش اي دعم من اي جهه لا مناح لا والو يعني هذا الشيء ديالنا مجهودات ديالنا جباره كيفاش تنجيبوا الماديات باش نسيروا الفريق احنا هذه الماديات بالمجهود ديالنا وبالناس اللي تيثقوا فينا ويمكن نقولوها بالعربيه بالدارجه تنديروا الصينيه باش نلعبوا الفريق عنده جميع الفئات عنده فئات صغار فئات الفتيان فئات الشبان وفئات الكبار اللي هما هزوا الترابو ديال يعقوب منصور احنا بغينا من هذا المنبر نشوفوا التفاته ديال الناس الغيورين على الرياضه ويعقوب منصور وابناء الحي احنا راه هزينا الترابو ديال يعقوب منصور بهذا الشيء اللي درنا لان راه ما يمكنش اي واحد تكون خارج في السوق في القيصريه خارج واحد يقول لك كيفاش حققتوا الصعود بسيف الدرهم شي حاجه اللي هي مستحيله قصد واحد المجموعه اللي تلعبوا مع الناس الاخوان ديالنا بن سليمان وسلا وتماره اللي عندهم هما دعموا تياخذوا لي بريم ولكن ما قدوش علينا تقنيا يمكن يكونوا فاتنا ماديا ولكن تقنيا احنا عندنا فرق مكون ومن الدرجه العالي اللي ممكن يلعب في اعلى مستوى اللي ممكن يلعبوا في المجموعه الوطنيه ويلعبوا في اعلى مستوى بالنسبه غنرجع لك لواحد النقطه اللي هي مهمه كيفاش كنت انا كيفاش ديال الرئيس ديال الفريق وكيفاش انايا في نفس الوقت مدرب ديال الفريق لان فريق بدون دعم ما يمكنش يجي ليه حتى شي واحد ما يمكنش تجيب المدرب باش تخلصوا اي واحد تنديروا اعلانات في الفيسبوك تنديروا اعلانات بزاف باش نشوفوا اللي ياخذ الفريق كرئيس تنديروا هذا اليوم ولكن لا حياه لمن تنادي ما يقدرش شي واحد يجي يتحمل هذه المسؤوليه اللي ما فيهاش الفلوس اللي ما كانش ديه لشي بلاصه اخرى اللي فيها الفلوس يبقى يبان بها تعطيه الماده ويسير اعطيني الماده ونسير هذيك راه حاجه اخرى اجي سير معايا بصفر درهم وشوف واش تقدر تمشي للحوايج اللي وصلنا لهم ومن هذا المنبر هذا تنبغي نشكر كاع الناس اللي
اللي حيونا وهنؤونا بالصعود جمعيه الرياضيه، الاخوان الرياضيين، الاصدقاء الغيورين في يعقوب منصور. يمكن دابا 15 يوم باش حنايا حققنا الصعود وباقي التهاني، وهذا الشيء هو اللي السر ديالنا باش النجاح ديالنا والقوه ديالنا، هو الناس اللي تيدعمونا دائما، تيقول لك تبارك الله عليكم هاد الحوايج اللي تديروا راه ما يقدرش يديرها حتى شي واحد. ومن هذا المنبر بينا نعرفوا بلي راه حنا راه ما تناخذوا لا فلوس، اللي تيعطينا شي حاجه يقول لنا مرحبا، ما تنشدوا لا مناح لا حتى شي حاجه. ومن هذا المنبر بغينا ولاد يعقوب منصور يرتفعوا لهذا الفريق هذا، راه غادي يقول الكلمه ديالو. وعندنا لعابه اللي من الطراز العالي اللي ممكن يلعبوا في اعلى مستوى، تنتمنى تكون واحد الالتفاته وما تكونش ديك الزبونيه. راه كره القدم ما فيهاش الزبونيه، خاص اللي عنده شي حاجه ياخذها. يمكن اللعابه ديالنا تنشوفوا حنايا تنتفرجوا في مباريات اخرين وتنشوفوا النيفو ديالنا، والحمد لله حنا بدينا البطوله، يتصور ان البطوله بديناها بتعادل بخساره، ومن بعدها ما بقيناش تنهزموا، ديما الحمد لله انتصارات انتصارات. وبقى لنا مقابله الاخيره ان شاء الله في بن سليمان، هي المقابله الاخيره. ومن بعدها ما كرهناش، بغينا واحد نديروا شي حاجه للدراري، واحد الحفل بسيط، واش حفل فطور ولا هذه، ولكن راك عارفوا شويه الماديه. تنتمناو شي اخ ولا شي اخوه يفاجئونا ويعاونوا هذا الفريق، واللي بغى يعاون هذا الفريق يجي ليه مباشره بدون مكشف بدون حتى شي حاجه، يجي ليه مباشره كاين الحوايج اللي تيداروا. وتحياتي لكم وشكرا لكم على هذه المبادره هذه اللي جيتوا، ومن نهار غادي توصلوا الكلمه ديالنا لبزاف ديال الناس وبلاص ديال الغيورين اللي بغيناهم بغيناهم. بقيت نعاود هذه الكلمه بزاف ديالي، تشافتوا لهذا الفريق راه غايقول الكلمه ديالو. ومرحبا باي واحد جا بغى يدير الاضافه ديالنا كرئيس كمدرب كتقني كمسير خارج المكتب من داخل المكتب. وتنحيي ساكنه يعقوب منصور، وتنقول لكم برافو لهاد الدراري هادو، راه هزوا الدرابو ديال الكره، كونوا معاهم وتسناهم من هنا لقدام. وشكرا لكم. كلمه لواحد الجمهور معنا، الجمهور هذا تيمشي معنا تيمشي معنا، هو محب ديال الفريق. السلام عليكم ورحمه الله. انا كجمهور وفي للفريق ولحب المنصور بفئه عامه، كنطلب كنشوفوا بان هذا الفريق حقق الصعود من دورات قبل، كنشوفو كيمتاز بواحد التشكيله، واحد الفريق شاب اللي قادر يعطي وقادر مازال ان شاء الله يعطي بانه بوجود انواع. كنشوفو كنطلبو من نطلبو واحد الالتفاته من شي مسؤولين كاع الرياضيين، كاع المسؤولين الرياضيين في يعقوب المنصور، انهم يدعموا هذا الفريق لانه راه محتاج، وباقي ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو، وباقي ان شاء الله تشوفوا الخير من سالكم وديما هيله. شكرا اخويا جواد.